السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نعلم الذكاء الاصطناعي؟ زي ما انت شايف بنديله معلومات بنجرب معاه اكتر من مرة، وبعد كده بعد ما يتعلم الحاجة ويبقى نسبة الخطأ بتاعته يعني 1%، تبدأ ان انت تديله داتا تانية وهو من نفسه يكتشف الموضوع ده. اهو بيبدأ ان هو يحط مثلا يفصل حاجتين عن بعض، او تديله مثلا صور كلاب كتير وصور قطط كتير، وبعد كده هو من نفسه يبدا ان هو يكتشف الفرق. تعال نشوف فيديو كده بيشرح الموقع دوت. الموقع ده يعني من الحاجات السهله جدا ان انت تقدر تتعامل معاه بسهوله. ممكن تديله مثلا صور اللي كنت كبير وصور اللي كنت صغير، وهو يبدا ان هو يشوف القاعده او الخوارزميه او الفكره ان ده مثلا شكله كذا وشكله كذا، بحيث ان انت لما تديله اي صوره بعد كده هو اوتوماتيك يعرف. يعني ممكن تقول له دي تفاحه، دي كذا، نوع الاغنيه دي كذا، ودي نوع الاغنيه دي كذا، هنا مثلا في مطره، هنا مفيش مطره، وهكذا. هو بيبدا بقى يتعرف على الفواكه، فبتديله امثله كتيره، وبعد كده ان هو يبدا يتعامل معاه. ده نوع من انواع التدريب. يبقى انت كده عملت موديل معين، طريقه معينه بتقسم الحاجات. ده بنسميه التعلم الخاضع للاشراف، يعني في حد بيشرف على الحاجات بالشكل ده، يبدا يتعرف على كل حاجه. دانسينج ويز اي اي، اي اي اسك ريدي اي ليسن. طيب جيت ستارت، ممكن تعمل تدخل بروجكت او ايمج بروجكت، صور او اوديو او حركة، ممكن مثلا انت هتشغل الكاميرا، ممكن تعمل ابلود لصور مثلا عمارة قديمة والكلاس التاني ده عمارة حديثة مثلا. طيب اقول له مثلا شغل لي الكاميرا. طيب انا كده هو موجود، ماشي. اقول له هولد ريكورد، هيبدأ ان هو ايه يصور بعض الصور. ده كلاس معين، تمام. طيب خلاص، ممكن اقول له بقى ايه، انا عايز ابدا الكلاس التاني. الكلاس التاني هيبقى معايا مثلا كوبايه ميه باشكال مختلفه، بحيث ان هو يبدا ان هو يتعرف عليها، بحيث ان هو اول ما يشوف دي يعرف ان هي كوباية ماء. طيب ترين موديل، هيبدأ ان هو يفرق بينهم، يبدأ يشوف ايه هو القواعد الموجودة هنا المختلفة عن القواعد اللي هنا، تمام. بيبدأ بقى الوقت لحد ما شوف ان هو مثلا 50 صورة، بيبدأ ان هو يتدرب عليهم. وممكن بقى ايه خلاص في كده عنده معرفة بالموضوع، تمام. طيب هو كده بيقول لي كلاس 1 ليه؟ لان مفيش اول ما شاف الكوبايه بقى كلاس 2، فقدر يفرق بينهم كده. هو بيقول لي كلاس 1، طيب بقى كلاس 2 وثابت على كلاس 2، مفيش اي تحركات خالص. اول ما تشيلها يبدا ان هو كلاس 1. فهو كده بدا ان هو يتعرف على ممكن بقى كوبايه قهوه، ممكن شخصين مختلفين وهكذا.